كنبعدوا على هذه القضيه ديال عطى الكره وعطى هذا الشيء. اول حاجه بعدا هو شي حاجه اللي هي اخلاقيه انسانيه، فهمتيني؟ هذا هو الحضور ديال الانسان. ما كنجيوش هنا باش نقدموا التعازي لواحد الانسان بالدراجة ولا الوداد ولا صديق حسن ولا فاسي، نقدموها لواحد الانسان كجميع المواطنين. يعني من غدا تكون شي حاجه لشي واحد صديق ديالك ولا هذا، راه ما كيعنيش انه فهمتي. صراحه تلقينا الخبر واحد ما نقولوش اسف ان اللي رجعوا، الله هو اللي كيختار، الله هو اللي كيدير كل شيء. الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها، الله يصبر وليداتها. احسان الاخ ديالي الاصغر الحمد لله ما شفنا منه على الخير، سعيد غاندي. ما تنظنش انا شي واحد ما تقول لي سعيد غاندي ما غاديش يعرفو. الحمد لله راه غني على التعريف، الشيء اللي غادي يعطيه. انا ضد هذه الفكره، نبقى نجي انا كفخر الدين نقول لك داروا داروا داروا، ما كنبغيش نقولوا. حنا كنهضروا كنجيو نعزيو الانسان الصديق ديالنا لانه اخ ديالنا السي سعيد غاندي بحال جميع الاخوان. وكيف قلتي انت، حنا دائما كنبقاو عائله مقربه، لا وداد لا رجاء لا اي واحد في المغرب. ملي كتوقع عليه شي حاجه صديق ديالك في الرياضه الا وكتاسف عليه. فمره اخرى تنقدم التعازي ديال الحاره العائله ديالو الصغيره والكبيره، وكنقول الله يصبر وليداته. صراحه ما كانش خبرنا بانه كانت عيانه، عاد قال لي الحاج على الاقل شويه بنادم كيطمئن على الصحه ديال الزوجه ديال الانسان هذو، ولكن ما خبرناش. فالله يرحمها ويوسع عليها، ونشكر كاع الناس اللي الحضور اللي جا هنايا وهذا. فمره اخرى الله يرحم المسكين.